السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا لا فيديو غادي نتقاسم معكم مقادير ديال واحد الحلوه ديال الكوك اللي كتجي غزاله وهشيشه. نتمنى تتبعوا معايا المقادير حتى الاخير. عندي هنايا زلافه ديال السنيده، زلافه ديال الزيت، زلافه ديال الكوك، حامضه محكوكه، 250 غرام ديال الزبده اللي هي رابعه، 3 ديال البيضات وجوج الخمارات. هادو هما المقادير اللي كنحتاج فيها، يعني كيكونوا متوفرين في جميع البيوت. نتمنى انه الحلوه ديال اليوم تعجبكم، وخليكم مع المقادير حتى يعني نوريكم الطريقه كيفاش كنخدمها وشكلها النهائي ان شاء الله. اول حاجه البنات هنا غادي نحتاج هي الزبده، نديرها هنايا في القصريه باش نخدمها مزيان مع السنيده. راني نسيت ما قلت لكمش المقادير حتى الدقيق، عفوا نسيت. مهم راه اي حلوه فيها الطحين. هنا المهم البنات راني درت الزبده هنايا وغادي نخدم معاها سنيده. وهنايا راني خدمت البنات الزبده مع سنيده وزدت كذلك حتى الزيت. انا شويه هنا عندي كما كتشوفوا الخليط شويه ثقيل، مع الجو بارد الزبده ما كتكون شويه يعني كتكون شويه صعيبه في الخدمه. المهم دابا غادي نزيد البيض وغادي نزيد القشر ديال الحامض والكوك. وهنا البنات من بعد ما جمعت المكونات اللي عندي كلهم حصلت على هذا الخليط، هذا قوام اللي كيكون متماسك. دابا غادي نزيد الطحين والخمارات اللي عندي بجوج ونشكل العجين ديالي كريات صغار ونرجع معاكم. المهم البنات من بعد ما كملت العجينه ديالتي جمعتها بالدقيق ودوك الخمارات كما قلت لكم، كورتها كويرات صغار وخديت نص كاس ديال السنيده مع نص كاس ديال الكوك، خلطتهم مع بعضياتهم وكنكور الحلوه ديالي وكنفند لها وجهها في داك الكوك مع السنيده، ماشي الحلوه كلها وانما غير الوجه ديالها. من بعد كنرشمها بهذا المرشم هذا اللي داير بحال ما هكا صافي، وكندخلها للفران. داك الكوك وسنيده غير باش ملي كطيب الفران كيعطي واحد يعني كتجي محمره، كتعطي واحد الشكل زوين. المهم البنات هذه هي الطريقه، نتمنى تجربوها وتعجبكم وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش غتجي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي البنات من بعد ما وجدت. هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال ما هكا صراحه، راه غزاله لا في المذاق ولا في المنظر ديالها. كنتمنى الحلوه ديال اليوم البنات انها تعجبكم. ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه وتخليوا لي تعليق زوينه، وشكرا لكم. الفيديو المجيد ان شاء الله.